مرحبا، أهلا وسهلا بكم. تتكشف مشاهد الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد يومين من العدوان على مخيم جنين بالضفة الغربية. قوات الاحتلال دمرت البنية التحتية في المخيم بالإضافة إلى ممتلكات الأهالي. يرتفع عدد شهداء الاجتياح إلى 12 شهيدا، بينما تجاوز عدد الجرحى 120 جريحا. هل تؤسس أحداث جنين لمرحلة جديدة على مختلف الأصعدة؟ ألا يرقى اجتياح مخيم جنين إلى جريمة ضد الإنسانية؟ وما الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين في مواجهة انتهاكات الاحتلال؟ في الجزء الثاني من نبض العالم نسلط الضوء على تطورات الأزمة في السودان مع توسع المعارك واشتدادها في أنحاء أم درمان ضمن الجزء الغربي من العاصمة السودانية، في وقت يسعى الجيش إلى قطع طرق الإمداد التي تحاول قوات الدعم السريع من خلالها إدخال تعزيزات إلى المدينة. ما التداعيات المحتملة لتوسع نطاق المواجهة المسلحة؟ هل خرجت الحرب في السودان عن السيطرة؟ وهل تلاشت الآمال بنجاح أي وساطة دولية تنهي هذا الصراع؟ استشهد شاب فلسطيني إثر مواجهات مع قوات الاحتلال بالأمس أو أمس بالقرب من دوار السينما في مدينة جنين. أفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد المواطن جواد مجاهد عيرات البالغ من العمر 22 عاما إثر إصابته برصاصة بالرأس، ما يرفع عدد الشهداء أو شهداء العدوان على جنين ومخيمها إلى 12 شهيدا، بينهم 5 أطفال وأكثر من 40 إصابة، بينها نحو 30 إصابة حرجة. نتابع. هنا محطة انتظار لاجئ لحين العودة، كذلك طبع على أسوار جنين قبل أن تدكها مدفعية الاحتلال الصهيوني في عدوان يريد به ضرب قلعة المقاومة وطمس الحق الفلسطيني عبر الغارات والقتل والاعتقال والتهجير والتشريد. خلينا أغراضنا وعينا مالنا كل ياكم بدون يوم علينا سواد شياح المخيم نفس اليوم شياح المخيم نفس الشيء طلعونا بدهم يكسوا في الدار اللي احنا فيها والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما فيش حدا بالدار بالدور ما في حدا بالدور ابدا ما في حدا بالدور نهائيا الكل سليم الكل اول مره بيصلوا برعب بس ما خدنا الحمد لله. أكثر من 3000 لاجئ في المخيم باتوا مشردين بغير حق يخرجهم الاحتلال من ديارهم تحت جنح الظلام والسلاح فوق رؤوسهم، لا يحملون معهم غير ثياب يلبسونها، تاركين وراءهم كومة أنقاض كانت قبل لحظات بيوتا تأويهم. تكتمل أركان العمل الإجرامي بإلقاء الاحتلال قنابل الغاز السام على المهجرين قسراً. لوم الصليب الأحمر طلعنا إحنا وكمان عائلتين ولا كان لهلا إحنا لسه بنا جوا. صعب الوصف يعني أنا واقفة بالمطبخ إجت يعني ما بعرف قنبلة حسيت الدنيا ولعت كلياتها. دمر المخيم خالتي دمروه.
ما خلوش ولا إشي، صار يكسفوا بالدور وبالشباب وبأيات إشي قدامهم يكسفوه. الله برعب حبيبتي، برعب، الله اللي بيعلم بينا. وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني سوءا، تتكرر المشاهد وكأنها تعود لنكبة 48 أو اجتياح جنين سنة 2002. تحاصر قوات الاحتلال المخيم وتهجر لاجئيه مرة أخرى، وتلك صورة حقيقة ما يسمى إسرائيل، كيان طارئ أسسته عصابات إجرامية احتلالية توسعية على أرض هي في الأصل لشعب فلسطين. عما خلفه العدوان وردود المقاومة، نسعد بأن يكون معنا من القدس رئيس مركز القدس الدولي الدكتور حسن خاطر مباشرة عبر سكايب، ومن القدس أيضا نرحب بالباحث والمحلل السياسي الدكتور علي الأعور عبر سكايب أيضا. مرحبا، أهلا وسهلا بكما ضيفي، شكرا على المشاركة معنا في هذا العدد. دعنا نبدأ معك دكتور حسن خاطر. طبعا يومان من الرعب عاشهما الفلسطينيون في مخيم جنين بعد نهاية العدوان تكشف حجم الدمار، كيف ترى هذه الساعات بعد قول أو بعد إعلان الكيان عن نهاية العملية وهذا العدوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للإخوة المشاهدين ولكم وللأخ علي. يعني في الحقيقة ما كان يجري في جنين هو جريمة منظمة، جريمة حرب بكل ما تحمل كلمة من معنى. جيش مدجج بالسلاح يستهدف حيا مدنيا أو مخيما مدنيا للفلسطينيين بحجة القضاء على الإرهاب، ويرتكب جرائم بكل ما تحمل كلمة من معنى. دمر البنى التحتية كما ذكرتم، ودمر عشرات البيوت، وشرد آلاف الفلسطينيين، وقتل عدد من الشهداء ومن الشباب ومنهم أطفال صغار، ويعني استخدم كل أشكال القوة جوا وبرا ومعدات قتالية يعني عالية المستوى ووسائل تدمير غير مسبوقة بحجم، يعني هذه الدي 9 والجرافات العملاقة هذه التي أزالت الشوارع ودمرت البنى التحتية في المخيم بشكل شبه كامل. فهذا للأسف كل هذه الجرائم ترتكب على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، العالم كله يشاهد هذه الجرائم ولا يحرك ساكنا. والاحتلال عندما خرج من جنين ومن المخيم لم يخرج لأن المجتمع الدولي ألزمه، بل لأن أهل المخيم صدوا هذا العدوان وصبروا وصمدوا ورابطوا وتحملوا كل هذه المعاناة في سبيل أن يبقوا في بلدهم وفي هذا المكان الذي يريد الاحتلال أن يمحوه عن وجه الأرض إن استطاع. طيب. وبالتالي يعني هذا الموضوع يفترض أن يتم النظر إليه من زوايا عديدة. فهو نعم حقق انتصار كبير على الاحتلال بهذا الصمود وبتفويت كل الأهداف التي أراد الاحتلال أن يحققها، ولكن أيضا هناك جرائم خطيرة وكبيرة يجب أن يحاسب عليها الاحتلال قبل المجتمع الدولي ومن قبل المؤسسات الدولية. نعم، يجب النظر إلى هذا العدوان من كل الجوانب. المقاومة حققت انتصارا، وهناك جوانب أيضا جرائم ضد الفلسطينيين. نتحول إليك دكتور علي الأعور. طبعا قالت سرايا القدس إن أداء المقاومين خلال العدوان على جنين يعكس تطور أداء المقاومة والاستفادة من التجارب الماضية، كيف ترى أداءها بعد 48 كانت صعبة على المخيم أو المخيم عفوا وأهل المخيم؟ نعم، تحياتي لكم في الجزائر العظيمة. مرحبا. إلى الشعب الجزائري العظيم وإلى صديقي دكتور حسن وإلى جميع المشاهدين. بالتأكيد ربما فاجأت المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين، فاجأت الاحتلال الإسرائيلي وحتى نتنياهو شخصيا وقادة الأجهزة الأمنية بما حققته هذه المقاومة الفلسطينية. نعم، المقاومة الفلسطينية كانت هناك تملك ربما عناصر جديدة وتملك أيضا أسلوب جديد في العمل، وبالتالي كانت المقاومة قدمت مفاجآت كثيرة. أولا تمكنت هذه المقاومة من تجسيد الوحدة الميدانية
في داخل الميدان بين كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس وكتائب عز الدين القسام منذ عام 2007 لم تتحقق هذه الوحدة الميدانية. دعك من الفصائل وربما الخلافات السياسية، ولكن في الميدان كانت المفاجأة لدى الجهاز الأمن الإسرائيلي الشباك بأن هناك وحدة في الميدان وغرفة عمليات بين هذه الفصائل التي تمكنت من مواجهة هذا الاحتلال الإسرائيلي وهذه العدوان الهمجي. ربما تم ارتكاب المجازر الكثيرة، تم تدمير البنية التحتية، تم قتل 12 شهيد 110 جرحى، وبالتالي كان العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين كان عدوان همجي وقد يرقى إلى درجة من درجات اللي هي جرائم الحرب. وبالتالي أنا بتقديري أن المؤسسة الأمنية ونتنياهو ربما فشل ذريع في تحقيق ذلك، ولكن أيضا النقطة الأهم من ذلك ترحيل 500 عائلة فلسطينية، أي بالتالي بتأكد هناك آلاف الفلسطينيين تم تهجيرهم، وبالتالي الصورة كانت تعكس ربما نموذج للنكبة الفلسطينية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني عام 1948 وإلى ما حدث في عام 2002 في الانتفاضة الثانية. بمعنى أن الآن نتنياهو ربما بدأ في تنفيذ استراتيجية جديدة، في تنفيذ فلسفة جديدة، وهي يجب هزيمة الشعب الفلسطيني. نعم. يجب نكبة ثانية للشعب الفلسطيني. مخيم جنين من أين جاء؟ مخيم جنين جاء من حيفا ومن شمال فلسطين، هم كلهم لاجئين. يريد نتنياهو أيضا أن يصنع نكبة ثانية ولجوء آخر للفلسطينيين، ولكن أنا بتقديري أن المقاومة الفلسطينية سجلت انتصار كبير جدا وجعلت الاحتلال يغير من كل خططه، وبالتالي في اليوم الثاني تم انسحاب الجيش الإسرائيلي من مخيم جنين، لم يصل إلى قلب جنين، كان على أطراف المخيم. وبالتالي المقاومة الفلسطينية جسدت اليوم درسا في النضال وفي البطولة وفي التحدي أمام آلة وترسانة الأسلحة العسكرية. المقاومة الفلسطينية تمكنت من صناعة المتفجرات التي أوقفت ما يسمى بالمصفحات الإسرائيلية في الجهاز للأسلحة وجهاز الأمن للشباك النمر. ما هو النمر؟ هو عبارة عن سيارة مصفحة إسرائيلية تمكن الأبطال المقاومين الفلسطينيين من إعطافها وتعطيلها ومنحها من التقدم، وبالتالي غيرت هذه المتفجرات. هذا ربما الأسلوب الجديد في المقاومة، وربما أيضا إطلاق الصواريخ. لا تريد نتنياهو ولا تريد إسرائيل أن تكون جنين غزة رقم 2، لا تريد أن تكون هناك مقاومة مفتوحة في الضفة الغربية من الخليل إلى جنين، وبالتالي المقاومة نجحت نجاح كبير وفشل نتنياهو. المقاومة نجحت نجاح كبير دكتور علي العور. نعود إلى الدكتور حسن. طبعا دعنا أبقى في سياق ما قالته المقاومة. حركة حماس اعتبرت انسحاب جيش الاحتلال من مخيم جنين بعد الصمود البطولي لأهلنا ومقاومين هو إعلان لفشله في تحقيق أهدافه. ما الذي برأيكم فشل فيه الكيان رغم ما قام به من جرائم؟ يعني هناك عدة روايات ليست من وجهة نظر الاحتلال، ولكن ربما يعني هي تعكس الواقع. الاحتلال عندما اقتحم المخيم هو كان لديه أهداف محددة، أهمها اغتيال قيادة المقاومة في المخيم، وكان لديه معلومات استخباراتية باجتماع هذه القيادة في مكان ما، وبالتالي هو قام بقصف هذا المكان على اعتبار أنه قام بتصفية هؤلاء القادة. ولكن بعد أن وصل إلى المكان اكتشف أنه لا يوجد قتلى، وأن هذا المكان يوجد تحته أنفاق، وأن هؤلاء القادة تمكنوا من الخروج باتجاهات مختلفة في داخل المخيم، وبالتالي لم ينجح الاحتلال في تحقيق الهدف الرئيسي من هذا الاقتحام. ولهذا السبب هو كان قد يعني شعر بالفشل مبكرا منذ بدايات الدخول، وبدأ يبحث عن أهداف أخرى. لهذا السبب هو قام بتخريب وتدمير يعني مساحات واسعة من المخيم، وقام بارتكاب هذه الجرائم بشكل مباشر وعلى الهواء مباشرة، يعني تعبيرا ربما عن الغضب وعن الفشل الذي مني به منذ البداية، وبدأ يتحدث عن تفاصيل أخرى وعن أهداف سيحققها ثم يخرج، ثم تحدث عن أنه سيطيل عملية الاقتحام، ولكن هذا كله أيضا لم ينتهي كما يريد، وخرج مسرعا من المخيم لأنه مني بخسائر كبيرة، لأن ليس كل ما يعلنه الاحتلال صحيح. الاحتلال يمارس حرب نفسية كبيرة. الاحتلال يعني اقتحم المخيم بتشكيلة واسعة ضمت كل تفاصيله ومؤسساته الأمنية. نعم. 3000 جندي و200 آلية عسكرية.
تفضل نعم. دكتور لم أسمع جيدا. قلت 3000 جندي و200 آلية عسكرية. نعم نعم. إذن هو اقتحم بأعداد كبيرة، وهناك جزء من الحرب النفسية التي أراد أن يمارسها على أهلنا وعلى شعبنا من خلال أيضا الأخبار ومن خلال الفيديوهات التي كان يسربها ومن خلال التصريحات التي كان يطلقها، وبالتالي هناك محاولات للتضليل، خسائرها أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه. ونحن نعرف وسائل معينة يستخدمها الاحتلال من أجل يعني الإعلان عن خسائره فيما بعد ليظهرها بأشكال ووسائل مختلفة، هذا موضوع معروف بالنسبة للشعب الفلسطيني. فإذا الاحتلال خرج مسرعا لأنه اصطدم بالمقاومة، ولأنه فشل في تحقيق الأهداف، ولأنه بدأ يشعر ويلمس أن وجوده كل ساعة يعني يقضيها في المخيم سيترتب عليه خسائر جديدة، فخرج مسرعا، وهذا مؤشر على أن المقاومة تزداد، وعلى أن هذه الحشود الكبيرة التي جاء بها الاحتلال هي مؤشر على حجم هذه المقاومة. في الماضي لم يكن يقتحم بهذه الأعداد الكبيرة، في كل مرة تزداد هذه الأعداد، تزداد هذه الآليات، تزداد هذه الخطط، تزداد المؤسسات الأمنية المشاركة، والنتيجة هي الفشل. وفي المرة القادمة ستكون الأعداد أكبر والتفاصيل أكثر، لأن المقاومة يعني تتسع، ولأن الشعب الفلسطيني يلتف حول هذه المقاومة بشكل كبير. ولعل الصور التي انتشرت اليوم عبر وسائل الإعلام في العالم، صور الجنازات، جنازات الشهداء، أكبر رسالة وأكبر انتصار للشعب الفلسطيني. نعم. هذه الحشود الهائلة، هذه الأمواج البشرية الكبيرة، أنا أعتقد أنها ستفزع الاحتلال أكثر بكثير من المقاومة المسلحة في حد ذاتها. هذا موقف الشعب الفلسطيني، هذا هو رأي ويعني توجه وبوصلة الشعب الفلسطيني، أنه كله على قلب رجل واحد ضد الاحتلال وجرائم الاحتلال. هذا موضوع يعني مهم وخطير للعالم بأكمله. هذا يكذب الاحتلال الذي يقول أنه جاء لتصفية مجموعة من الإرهابيين، هذا رد كبير بأن هؤلاء هم الشعب الفلسطيني. ومن لم يفهم باللغات المختلفة فعليه أن ينظر إلى الصور ليعرف ما معنى الشعب الفلسطيني وما معنى المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية هي هذا الشعب الصامد الصابر المقاوم الرافض للاحتلال بكل تفاصيله، والذي يعبر عن غضبه وعن وحدته وعن مواقفه في كل مواجهة مع الاحتلال، سواء كانت في القدس أو في نابلس أو في طول كرم أو في أريحة أو في جنين، هذه أو في غزة. هذه المواجهات هي استفتاءات شعبية تؤكد في كل مرة أن الشعب الفلسطيني موحد خلف المقاومة، وهو المقاوم. نعم. المهاترات السياسية أو ما شابه التي يحاول البعض أن يسوقها وكأنها موقف رسمي للشعب الفلسطيني. نعم. دكتور علي، طبعا عدت هذه هذا العدوان الأوسع منذ عملية الصور الواقعة عام 2002. الاحتلال أو الكيان اعترف بأن العملية كانت صعبة ومعقدة، على ماذا يعبر هذا؟ وهل انسحابه كان مخططا له أم لوجود إشارات بدخول ساحات أخرى على خط المقاومة؟ بالتأكيد كان هناك مجموعة من الأهداف لدى نتنياهو والمؤسسة الأمنية، كان هناك مجموعة الأهداف، وتباهى نتنياهو وقال بأن العملية سوف تستمر عدة أيام، ولكن كما أشرنا تفاجأ نتنياهو والأجهزة الأمنية في إسرائيل تفاجأت بحجم المقاومة وأسلوب المقاومة وربما كيفية مواجهة المقاومة لهذا العدوان الغاشم. وبالتالي أنا بتقديري أن حتى اليوم الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي ماذا قال؟ قال بأنه لا يمكن أن يوجد حل سحري للقضاء على المقاومة. هذا أول اعتراف بفشل العملية، هذا اعتراف كامل واعتراف واضح من قبل الجيش الإسرائيلي عندما يتحدث بأنه لا يوجد حل سحري، وهذا شيء معروف، شعب يقاوم. هذا المقاومة، النقطة المهمة أن القادة الإسرائيليين وأن الجيش الإسرائيلي وحتى المؤسسة الأمنية في إسرائيل لا تعي ولا تفهم حتى الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني، لا تعرف أن المقاومة هي إيمان، هي عقيدة، هي فكر موجود لدى كل الشعب الفلسطيني. وبالتالي فكر المقاومة هو موجود في كل مكان، في نابلس وفي جنين وفي غزة وفي بيت لحم وفي الخليل، في كل مكان من الجغرافيا الفلسطينية. وبالتالي هذا ما يجهله القادة الإسرائيليين وحتى الجيش الإسرائيلي. ولكن بكل الأحوال الآن بدأت
ربما تتسرب. هناك مجموعة من الأخبار، الصحف الإسرائيلية ماذا تحدثت صباح هذا اليوم؟ قالت أن العملية لم تحقق أهدافها، بمعنى أن هذا فشل ذريع. ولكن أيضا هناك نقطة مهمة لابد من الإشارة إليها، أن نتنياهو يريد أن يصدر أزمته وما زال في تصدير أزمته الداخلية، ما زال يخشى ربما إسرائيل هي في طريقها إلى حرب أهلية. نتنياهو يريد أن يوحد الجبهة الداخلية، لا يمكن لنتنياهو أن يوحد الجبهة الداخلية بدون أن يفتح جبهة أخرى مع حماس في غزة أو حتى في جنين أو حتى في جنوب لبنان. وبالتالي عندما وجد نتنياهو بأن كل يوم سبت 200,000 300,000 متظاهر ضد نتنياهو ضد خطة إصلاح القضاء، نتنياهو وجد أنه في أزمة، في أزمة عميقة، وجد أن المجتمع الإسرائيلي في حالة تفكك وانقسام، والمؤسسة الأمنية انقسمت بين الجيش وقادة الجيش ووزير الدفاع ورئيس الأركان، وبالتالي نتنياهو توجه إلى جنين. أنا بتقديري معظم الأهداف التي وضعها نتنياهو فشلت فشل ذريع، وبالتالي ماذا فعل نتنياهو في جنين؟ دمر البنية التحتية، قتل الأطفال، روع الأطفال والشيوخ والنساء، وماذا كانت النتيجة؟ ترحيل 500 عائلة نامت في الخلاء في العراء بدون أين أوروبا؟ أين الفكر الأوروبي؟ أين الاتحاد الأوروبي؟ أين أمريكا؟ أين من يتحدثون عن القيم والأخلاق؟ إن هذا العالم الغربي الوقح عندما يأكل الكيل بمكيالين. في أوكرانيا ماذا حصل؟ في أوكرانيا فتحوا بيوتهم، فتحوا الفنادق من أجل الأوكرانيين، أما عندما يتم ترحيل 500 عائلة فلسطينية لا تسمع صوت لا من فرنسا ولا من بريطانيا ولا من أمريكا. أين هذا العالم الذي نعم دكتور بالنسبة في هذه النقطة بالذات؟ نعود إلى الدكتور حسن. طبعا دكتور حسن، ألا تلاحظ وعلى قول الدكتور علي أن الصوت الدولي لم يسمع في هذا العدوان؟ حركة المقاومة الإسلامية دعت المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة الاستنكار والاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء هذا الاحتلال. برأيكم ما المسؤولية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي وتنصل منها؟ المجتمع الدولي للأسف هو مسؤول مسؤولية مباشرة عن ما يفعله الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ليس فقط في عملية جنين الأخيرة، بل في كل ما ارتكبه ارتكبه في حق الشعب الفلسطيني. المجتمع الدولي يعني يعطي الضوء الأخضر للاحتلال بصمته وبضعف مواقفه، يعطي للاحتلال هذا الضوء من أجل الاستمرار في هذه الجرائم، والاحتلال يفهم هذه اللغة بشكل جيد. الاحتلال لم ينزعج ولا مرة من مواقف المجتمع الدولي، هو يتصرف بعدم مسؤولية وبعدم اكتراث، ويعرف بأن هذه المواقف لن تتجاوز ولا تتجاوز في العادة الشجب والاستنكار ومستويات ضعيفة من التعبير، وهي مواقف للإعلام وللاستهلاك الإعلامي والسياسي. لهذا السبب يعني نحن خسرنا كثيرا فيما يتعلق بقضيتنا وأرضنا ومقدساتنا نتيجة الرهان على الموقف الدولي، لأن هذا الموقف كان في جميع الحالات ينتهي بمزيد من التهويد، مزيد من القتل للشعب الفلسطيني والتشريد، مزيد من تهويد المقدسات، مزيد من قمع واضطهاد الشعب الفلسطيني. المجتمع الدولي يريد منا أن نبقى نرفع الراية البيضاء، وأن تكون مواقفه في الشجب والاستنكار هي الحل لكل معاناة الشعب الفلسطيني. لا يريد المجتمع الدولي أن يقدم شيئا، لا يريد أن يطبق حتى القرارات الدولية التي يعني اتخذت في المؤسسات الدولية التي يعتبر هو يعني كمجتمع دولي هو صاحب هذه المؤسسات، ويفترض أن يدافع عن كرامته وعن كلمته وعن قراراته التي اتخذت لصالح هذه القضية، وهي بالمئات قرارات كثيرة جدا. ولكن كما قلنا هو لديه حد كمجتمع متواطئ، لديه حد يعني متدني جدا لا يتجاوزه ولم يتجاوزه على مدار تاريخ الصراع مع الاحتلال. لهذا السبب الشعب الفلسطيني اليوم لم يعد يكترث كثيرا بمواقف المجتمع الدولي، لأننا نحن نعرف هذه المواقف ونعرف ماذا سيقول في كل الجرائم القادمة أيضا، بأنه يشجب ويستنكر ويعني يستنكر استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين كما قال اليوم الأمين العام، واستخدام هذه القوة المفرطة في أماكن مدنية وفيها يعني كبار السن والأطفال والنساء وغير ذلك من هذا الكلام. لكن هذا لا يقدم ولا يؤخر في نهاية المطاف، هذه عبارة عن لغة غير منسجمة تماما مع الأحداث، ولغة ضعيفة، لغة متواطئة، لغة كما قلنا لم تعد تحظى باحترام أحد من الشعوب الإنسانية. لهذا السبب الشعب الفلسطيني الآن يقاوم يعني بنفسه، يقاوم بشبابه بأطفاله بنسائه، وهنا انتصر
الكف على المخرز وانتصر المواطن البسيط الصابر والصامد في أرضه على الجندي المدجج بالسلاح، انتصر بقوة إيمانه وبرباطه وبشجاعته وبعدم الرهان على أي جهة أخرى، لأنه المجتمع الدولي هذا لم يحمي الشعب الفلسطيني على مدار 7 عقود ونصف، والمطالبة بحماية الشعب الفلسطيني اليوم أصبحت يعني نكتة يتم تداولها عبر وسائل الإعلام، لأن الجميع يعرف أن هذه المرحلة وهذه الخطوة غير موجودة في أبجديات المجتمع الدولي. إما أن تحمي نفسك بنفسك، إما أن تقاوم بنفسك وأن تدفع أذى هذا الاحتلال وشر وجرائم هذا الاحتلال، وإما أن ترفع الراية البيضاء وأن تستسلم، وهذا أمر غير ممكن على الإطلاق لدى الشعب الفلسطيني. شعبنا لم يرفع هذه الراية في تاريخه كله، ولن يرفع هذه الراية البيضاء بأي شكل من الأشكال، وهو مستمر في المقاومة إلى أن ينتحر هذا الاحتلال ويزول، كما زالت أشكال احتلال أخرى كثيرة مرت على هذه البلاد عبر التاريخ الماضي. مر من هنا الكثير من المحتلين، وهذا الاحتلال أيضا سيخرج من نفس الباب، ولن يبقى في هذه البلاد إلا أصحابها. طيب. والمرابطين في هذه مسألة ليس لدينا شك فيها، ونحن اليوم بتنا يعني نؤمن بهذه الحقيقة أكثر من أي وقت مضى، وبدأنا نشعر من خلال الجولات العديدة مع الاحتلال والصدامات المستمرة معه في القدس وفي غزة وفي جنين وفي نابلس، بدأنا نشعر بأن النصر كبير اقترب، وأن هزيمة الاحتلال يعني أصبحت أقرب من أي وقت مضى. من أي وقت مضى دكتور علي. طبعا حتى نتحدث قليلا عن مدينة جنين، هل يمكن القول إن المدينة تبقى عصية على الاحتلال؟ برأيكم ما سر صمود هذه المدينة رغم أنها أو مخيم يأوي مدنيين نساء أطفال شيوخ، لكنها صمدت رغم وحشية الكيان؟ نعم، ربما نبدأ بالنقطة ربما التي من المهم الإشارة إليها، وهي لماذا جنين؟ ولماذا مخيم جنين تحديدا؟ ماذا تريد إسرائيل من مخيم جنين؟ وماذا يريد نتنياهو من مخيم جنين؟ نعم، بالتأكيد هناك شعلة المقاومة موجودة في جنين، هناك ربما عناصر كما تحدثنا من المقاومين الأشاوس الذين ضحوا بأنفسهم وما زالوا يعتبرون نفسهم هم شهداء ما وقف التنفيذ، وبالتالي المقاومة في مخيم جنين، هذا المخيم الصامد الذي صمد، أولا هو قريب جدا من حيفا، هو قريب جدا من مناطق 48، وبالتالي المقاومة في جنين، المقاومة في نابلس، هذا الشمال الفلسطيني الآن في كتيبة بلاطة وكتيبة جنين وعرين الأسود، كل ذلك إسرائيل تخشى تماما من انتقال هذه المقاومة إلى ربما الوسط، إلى رام الله وإلى بيت لحم وإلى الجنوب في الخليل، تخشى من وصولها إلى الخليل. وبالتالي مخيم جنين على الرغم من صغر مساحته والكثافة السكانية العالية الموجودة فيه، إلا أنه جسد على مر التاريخ حتى منذ النكبة منذ عام 1948 إلى اليوم في الانتفاضة الثانية عام 2002، جسد الوحدة الفلسطينية الوحدة الوطنية في داخل هذا المخيم، وهذا ما تخشاه إسرائيل كانت دوما. واليوم انظر، لم تتمكن أجهزة الشباك الجهاز الأمن العام الإسرائيلي أي المخابرات لم تتمكن من الوصول حتى إلى الأنفاق التي قام ببنائها المقاتلين، لم تتمكن من معرفة حتى أسلوب وآلية ومنهج المقاومة في جنين. رأينا كيف قامت إسرائيل بقصف غزة ودخلت اليوم صباحا إلى نابلس وكأنها تريد أن تستفرد بكل منطقة جغرافية واحدة على حدة، ولكن لن تكون لها ذلك، لن يكون لها ذلك. لماذا؟ لأن الشعب الفلسطيني موحد، موحد في الميدان، دعك من السياسيين والفصائل وقادة الفصائل، كل منهم يهتم بمصالحه الحزبية ومصالحه الشخصية. الآن نتحدث عن المقاومة في قلب جنين، في مخيم جنين، المقاومة الفلسطينية التي جسدت الوحدة الوطنية، الآن هي أيضا موجودة تؤكد أن هذه الوحدة يجب أن تكون بكل وحدة الساحات في كل الوطن، في كل الجغرافيا، في رفح وفي غزة وأيضا في جنين وفي المثلث وفي الجليل وفي كل أنحاء فلسطين. وبالتالي إسرائيل الآن تخشى من مخيم جنين وتخشى من الشمال الفلسطيني. أما على المستوى ربما هذه المخيم وهذه البقعة الجغرافية ومدينة جنين كانت دوما وأبدا هي معقل الثوار. أريد أن أعطيك مثال، عز الدين القسام، الشهيد عز الدين القسام أين كان وأين نشأ وأين ناضل الانتداب البريطاني وكيف قاد ثورة 1936 وإضراب 1936؟ نعم. طيب. إذن هي جنين، جنين الصمود، جنين التي تعرف إلا
المقاومة، لا يوجد لها عنوان إلا المقاومة، وبالتالي كانت جنين دوما على مر التاريخ هي مدينة من أجل الأبطال والمناضلين والثوار الذين يضحون بأنفسهم وما زالوا ينتظرون حتى فجر الحرية، حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. أشكرك جزيلا شكر الباحث والمحلل السياسي الدكتور علي الأعور، كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة. شكر الجزيل أيضا لرئيس مركز القدس الدولي الدكتور حسن خاطر، كنت معنا مباشرة أيضا من القدس. شكرا جزيلا لكما ضيفي على المشاركة معنا في عدد اليوم من نبض العالم. مشاهدينا مستمرون معكم في نبض العالم، تطورات الأزمة في السودان، نلقاكم بعد فاصل قصير في الجزء الثاني. تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أم درمان، وتشهد مدن الخرطوم مواجهات هي الأعنف منذ اندلاع المواجهات بين الطرفين للسيطرة على المواقع الاستراتيجية في العاصمة، بينما جددت القوات المسلحة السودانية دعوتها للشباب بالتطوع في صفوفها للقتال. تحليق مكثف للطيران وسماع دوي الانفجارات، مشاهد تتكرر كل يوم في مدن الخرطوم الثلاث التي تشهد منذ أسبوع اشتباكات بين الجيش والدعم السريع هي الأعنف منذ اندلاع الحرب بين الطرفين، والهدف السيطرة على المواقع الاستراتيجية في العاصمة. تصعيد في حدة المعارك المتمركزة في أحياء متفرقة من مدينة أم درمان القديمة، فيما استعارت مواجهات أخرى لتصل إلى محيط مقر قيادة الشرطة الذي سيطرت عليه قوات الدعم السريع قبل نحو أسبوع. يأتي هذا في وقت جددت فيه القوات المسلحة السودانية دعوتها للشباب بالتطوع في صفوفها لقتال من أسمتهم بالمتمردين. الدعوة أرفقها الجيش السوداني بتسجيل مصور ترويجي لاستمالة الشباب وكل من يستطيع حمل السلاح للمشاركة فيما وصفه الجيش شرف الدفاع عن كيان الأمة السودانية وكرامتها. تستعر المعارك في السودان عبر جميع الجبهات، وتتعقد خيوط الأزمة راسمة لحرب واسعة النطاق خلفت لحد الآن مقتل أكثر من 3000 شخص ونزوح أزيد من 2 مليون سوداني داخل البلاد، ونحو 500,000 آخرين باتوا في عداد اللاجئين لدى دول الجوار وفق تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. لتسليط الضوء أكثر على تطورات الأزمة في السودان، نسعد بأن يكون معنا من لندن الصحفي الأستاذ أنس الإمام. مرحبا، أهلا وسهلا بك معنا مباشرة من لندن طبعا ومن الخرطوم. نسعد بأن يكون معنا الخبير الاستراتيجي اللواء المتقاعد الدكتور أمين إسماعيل مجذوب معنا من الخرطوم عبر الهاتف. مرحبا، أهلا وسهلا بكما. طبعا دعنا نبدأ معك دكتور أمين إسماعيل. مدينة أم درمان غرب الخرطوم تحولت إلى منطقة عمليات عسكرية مفتوحة، إلى ما يؤشر ذلك؟ مساء الخير، مرحب بك ومرحب بالسادة المشاهدين وبضيفك الكريم. انتقال العمليات إلى منطقة أم درمان جاء بعد أن خرجت معظم القوات الرئيسية، انتهت بالنسبة للدعم السريع. الآن معركة في الأطراف وهي معركة تمشيط وإزاحة من المواقع ومن المداخل الخاصة بالعاصمة، وفعلا هي فيها نوع من الخسائر، فيها تهديد كبير للمواطنين الذين كانوا ينعمون بجزء من الهدوء
في مدينة أم درمان في السادة شهور الماضية. نعم، نعود إليك أستاذ أنس الإمام. طبعا الجيش يحاول قطع الإمداد عن الدعم السريع في خطة جديدة وفق الدكتور أمين إسماعيل المجذوب، هل نجح في ذلك وما الأهمية الاستراتيجية لأم درمان؟ نعم، أم درمان هي العاصمة يعني التاريخية، هي العاصمة التاريخية للسودان يعني، وهي المشكل تحديدا لشكل السودان الحالي من مما يدور حاليا في العاصمة الخرطوم. أما من ناحية عسكرية أيضا نتفق مع ما ذهب إليه سعادة اللواء بأن أم درمان ارتباطها تحديدا لأنها لديها منفذ لغرب السودان اللي هي مناطق دارفور وكردفان التي تأتي منها الذخيرة والسلاح وتحديدا من أفريقيا الوسطى. فهذه لكن حاليا القصد من أم درمان هي قطع الإمداد العسكري في الذخيرة في المقام الأول، ومن ثم الجانب الآخر الزاد البشري. كما تعلم أخي الكريم حاليا هذه العمليات التي تأتي الآن تأتي من زاد بشري يمتد من أفريقيا الوسطى، من مالي، من نيجر، مرورا بتشاد. هذه كل الشباب اللي يأتون من هذه المناطق المقاتلين المرتزقة يمرون بهذه المناطق، ومن ثم يأتون عن طريق منطقة أم درمان، ومن ثم يتم التوزيع والتحرك إلى داخل العاصمة المختلفة. فأظن أن هذه يعني وإن كانت متأخرة هذه العمليات العسكرية، ولكن أتت في وقتها المناسب في حيث تقلل من بعض الخسائر التي ألحقت بالجيش السوداني، ومن ثم الخسائر التي أيضا ألمت بالمواطنين في المقام الأول. نعم دكتور أمين إسماعيل، طبعا هناك مخاوف حقيقية من أن المواجهات أو الصراع الحالي قد يتطور إلى حرب أهلية، هل هذه المخاوف مبررة برأيكم؟ الحديث عن الحرب الأهلية سابق لأوانه. السودان يختلف حقيقة عن الدول الأخرى التي شهدت حرب أو حروب أهلية على أسس أيديولوجية أو على أسس عرقية. الآن نحن نعاني من غزو خارجي، مجموعة من القوات تأتي من دول خارج السودان، وبالتالي هذا الغزو يوحد بدلا من أن يفرق، وبالعكس يوحد السودانيين جميعا خلف القوات المسلحة. وضح أنه الخلاف ليس خلاف عسكري وليس خلاف سياسي، هو مشروع إقليمي لتغيير ديموغرافية السكان في السودان، وبالتالي كانت المقاومة كبيرة، وكانت الدعوة إلى التسليح الشعب السوداني ليس لحرب أهلية، ولكن لرغبة في نفوس الشعب السوداني لمواجهة هذه الممارسات الظالمة من سلب ونهب واغتصاب واحتلال لدور المواطنين والمستشفيات ويعني كل الفظائع، كل الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية تم تنفيذها من قبل هذه القوات الغازية. أيضا مسألة الحفاظ على الإرث السوداني هو الذي لن يجعل هناك حرب أهلية، وإنما تكتل ضد هذه القوات الغازية التي تريد أن تغير التركيبة السكانية وتهدد دول المنطقة كلها. يعني السودان الآن محاط بدول حديثة تعتمد اقتصاديا على السودان، بها بؤر أزموية، إذا حصل أي تهديد أو انهيار في المحيط السوداني تتهدد هذه السبع دول بكاملة. ونحن نعلم ما حدث في دول شرق السودان وغرب السودان في السنوات الماضية. نعم سعادة اللواء يبقى معنا، نعود إليك أستاذ أنس الإمام. طبعا فيه بعض الزعماء بعض القبائل، نتحدث عن جنوب دارفور، أعلنوا تحالفهم مع قوات الدعم، هل هذه الخطوة من شأنها تصعيد الصراع في غرب دارفور؟ نتحدث عن غرب دارفور وما يحدث بالمقارنة مع أم درمان. نعم الجميع طالع البيان الممهور بجزء من الإدارة الأهلية، ولكن أيضا هنالك أيضا يعني من يشك في أن هذه الجهات ليس لديها التخويل أو لديها الصلاحية للتحدث باسم هذه القبائل المذكورة، باعتبار أنه ما الحرب التي تدور حاليا ما بين الجيش السوداني وما بين قوات الدعم السريع هي ليست حرب بين مجموعة
إثنية أو مجموعة من القبائل، ولكن هي حرب ضد الشعب السوداني تحديدا يعني بشكل كامل. وحتى هذه القبائل التي تتحدث الآن بأنها سوف تناصر قوات الدعم السريع هي نفس القبائل التي اكتوت بنار الدعم السريع من قبل، وأن هي نفس القبائل التي اكتوت بنار الدعم السريع في ما يدور حاليا ما دار في مدينة جنينة في منطقة غرب السودان. فهذه القبائل هي ضحية لقوات الدعم السريع قبل أن تكون تتحالف مع قوات الدعم السريع في هذا المشروع. فمن هذه المنطلقات شككنا في هذه القيادات، شككنا في هذا الفيديو الذي تحدثوا عن فيه عن انضمامهم لقوات الدعم السريع. ولكن من جانب آخر كما ذكر الضيف الكريم، هذه المعركة قد تكون وحدت الشعب السوداني كله تجاه هذه القوات، قوات الدعم السريع، لأنه حاليا ما يدور هو أمر يفوق تخطيط قوات الدعم السريع ويفوق أفق قادة الدعم السريع، باعتبار أن هذه الحرب قد يكون في رأسها السودان، ولكن ما ورد إليه في الأيام السابقة في الأيام الحالية نرى أن هنالك مشروع يعني قد يتجاوز السودان ويمتد إلى مناطق أخرى ويمتد هذه الحرب، هو انتصار قوات الجيش السوداني في هذه المعركة. لأنها قوات لديها القومية القتالية، فلا قدر الله إذا انتصرت قوات الدعم السريع في أي معركة من المعارك في هذه المعركة، قد يتحول السودان من دولة حاليا تسمى السودان إلى دولة أخرى تسمى بمملكة الدقلو بأي مسمى آخر قد يحمل يعني هذا المشروع الكبير الضخم الذي تقف عليه دول إقليمية ودول عالمية. نعم، ومن لندن نسعد بأن يكون معنا الكاتب والباحث السوداني الأستاذ صديق محمد عثمان عبر سكايب. مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ صديق. طبعا نتحدث عن الوساطات، تتواتر الأنباء عن إمكانية استئناف الوساطة السعودية الأمريكية لوقف إطلاق النار بداية من الأسبوع المقبل، هل يمكن أن تعقد آمال على هذه الوساطة التي فشلت سابقا؟ هذا يتوقف على المنهج الذي يعني تحاوله الوساطة نفسها وعلى التعامل مع القضية. شاهدنا خلال الفترة الماضية أن الوساطة السعودية الأمريكية في جدة حاولت التعامل مع القضية على أساس أن هناك طرفين يتقاتلان. القضية أوسع من ذلك بكثير كما شاهدنا الآن وكما نشاهد خلال الشهرين الماضيين. هنالك حرب ليست ضد الجيش وميليشيا متمردة فقط، وإنما هنالك تدخلات خارجية تحاول أن تحدث تغيير ديمغرافي في مركز السلطة في الخرطوم من خلال طرد المواطنين من مساكنهم واحتلالها بواسطة قوات، من خلال تدمير البنى التحتية واحتلال المؤسسات الحيوية في الخرطوم لفرض واقع جديد. وهناك قوى تعودنا، قوى سياسية تعودنا منها في السودان خلال الفترات الماضية أنها دائما تتحالف مع بندقية متمردة لأنها تفقد القدرة على المنافسة السياسية الحرة في جو معافى. لذلك القضية الآن أوسع، إذا استؤنفت أي يعني مفاوضات أو أي وساطة من أي طرف إذا لم تباشر القضية من جهتها الصحيحة ومن المنهج السليم فمصيرها سيكون مصير نفس الوساطة السابقة في جدة. أنا لا أشك في ذلك، ولذلك نرى تحركات لمجموعات هي نفس المجموعات السياسية التي كانت متحالفة مع الدعم السريع داخليا في يوغندا وفي كينيا وفي غيرها من المناطق، تحاول استغلال منابر الاتحاد الأفريقي أو منابر إقليمية أو غيرها من الإيجاد أو المنظمات المشابهة لفرض تسوية سياسية لا وجود لها على الأرض في السودان. أي وساطة خارجية لا تقرأ المشهد السياسي السوداني الداخلي بصورة صحيحة سيكتب لها الفشل.
نعم، نعود إليك سيد اللواء المتقاعد الدكتور أمين إسماعيل مجذوب، وفق قراءتكم ما المسار أو مسار المعارك إلى أين يتجه، وهل فيه يعني آمال في توقف وقف إطلاق النار؟ المعارك الآن على الأرض كفة تميل لصالح القوات المسلحة. نعم. عمليات تمشيط، عمليات تطهير، مطاردة في المنازل حقيقة تستنزف جهد كبير جدا، ولكن القوات المسلحة تعتمد على قدرات الذاتية في التسليح في التصنيع وعلى قاعدة شعبية وحاضنة شعبية قوية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى واضح أنه قوات الدعم السريع الآن تعاني من عدم السيطرة والقيادة وتقوم بعمليات منفردة. نشهد تجمعات في كل طرف من أطراف العاصمة، ترتدي ملابس مدنية أحيانا، غابت العربات العسكرية الرباعية الدفع، أصبحوا يتحركون بوسائل مدنية وبالدراجات النارية، وهذا مؤشر على انحسار القوة وعلى انحسار القيادة والسيطرة الموجودة لديهم. عموما مهما كان الحسم العسكري هو يكون لديه نوع من الخسائر، لديه ضغط على العامل الإنساني، ولكن كما ذكر الأخ الكريم الآن الحل هو في انتصار القوات المسلحة، لأنه بيحسم مسألة التمرد والغزو الخارجي. نحن لن نرضى أن يكون هنالك تفاوض مع غزو خارجي. إذا تفاوضت مع غزو خارجي معناه أنت تشرع لهذا الغزو لهذه القوات التي أتت من خارج الحدود. الشعب السوداني كله الآن تحت التدريب، تم التسليح، وهذا الأمر سيكون له أثر كبير جدا في حسم هذه المعركة. طيب. قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. اللواء المتقاعد الدكتور أمين إسماعيل مجذوب، خبير استراتيجي، كنت معنا مباشرة من الخرطوم، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا، كنت معنا عبر الهاتف. نعود إليك طبعا الدكتور أو الأستاذ الصديق، عفوا الأستاذ أنس الإمام، حتى نعطيك الكلمة أيضا. نتحدث عن مبادرة روسية أو وساطة روسية لاحتواء الصراع، وهي تلقى ترحيب من الجيش السوداني، هل هذا يعني أن وساطة جدة تعثرت ولا يمكن التعويل عليها؟ وساطة جدة هي تم في تجميدها يعني، وليس إلغائها بشكل كامل. قد يكون من زيارة نائب رئيس مجلس السيادة السيد عقار إلى روسيا، قد تكون من بعثت هذه الفكرة، فكرة وجود مبادرة روسية. واعتقد ان المبادره الروسيه لديها تاثير اكبر من المبادره الامريكيه، باعتبار انه مشاركه قوات فاغنر في المشكله السودانيه تحديدا، فوجود روسيا يمكن ان تساهم في ضغط هذه القوات والدعم السريع للتعاون مع قوات فاغنر، يمكن ان تقلل من جانب التسليح الذي ياتي اليها، يمكن ان تساهم بالضغط على هذه القوات يعني بعدم الامكانيه تمدد داخل السودان يعني. فنعتقد المبادرة الروسية قد تكون من جانب عسكري أكثر من إنها مبادرة يمكن الاعتماد عليها كالمبادرة السعودية الأمريكية التي لاقت رواج ولاقت يعني، وإن كانت بعض الهدن لم يتم التقيد بها، ولكن من حيث وجود مبادرة ويمكن الاتفاق عليها، من حيث وجود منبر، هنالك منبر جدا موجود، وهنالك ايضا مفاهمات موجوده، فعمليه انشاء منبر اخر، منبر مختلف، منبر جديد، قد تكون يعني لوجستيا لديها صعوبه بعض الشيء، ولكن روسيا يمكن لديها من مفاتيح الضغط يمكن ان تضغط، وتحديدا على الجانب الاخر قوات الدعم السريع، فيمكن الترحيب بهذه المبادره، ولكن يجب عدم اهمال منبر جده حيث ساهم في بعض الأشياء، ممكن نقول عليها الجانب المدني من حيث توصيل بعض المساعدات المدنية للمستحقين خلال الفترة السابقة. نعم، نعود إليك أستاذ الصديق محمد عثمان. طبعا الأربعاء الماضي أيضا تلقى البرهان اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأعلن البرهان قبول الخرطوم أي مبادرة تركية لإيقاف هذا الاقتتال وإحلال السلام في السودان.
هل الوساطة التركية قادرة أيضا على إقناع طرفي الصراع بوقف إطلاق النار؟ نتحدث عن الوساطة أيضا الروسية، تفضل. الوساطة التركية ليست بجديدة، نحن شاهدنا تعاونا تركيا مصريا سودانيا خلال الحرب الأثيوبية قبل عامين خلال تمرد إقليم التجراي على الحكومة المركزية الأثيوبية، وساهم هذا التعاون السوداني المصري التركي في مساندة الحكومة الأثيوبية على السيطرة على الأوضاع داخل إقليم التجراي. ومن هذا المنطلق تركيا لها وجود، لها نفوذ على البحر الأحمر، لها وجود في السودان مقدر، وهي تطمح إلى زيادة نفوذها في العمق الأفريقي، والسودان واحد من الدول المهمة جدا بالنسبة لتركيا. الأمر يتوقف على مدى استعداد المؤسسات السودانية نفسها والمشهد. نعم، هذه المؤسسات هناك اعتقاد بأن تحركاتها تجاه روسيا وتركيا تستهدف تخفيف الضغط على الخرطوم من واشنطن وعواصم غربية، ترى القيادة السودانية أنها غير محايدة ولديها أجندة خفية، هل توافق على ذلك؟ نعم، وخاصة ليس العواصم الغربية فقط، وإنما العواصم الغربية نفسها تحرك بعض العناصر الإقليمية كالإمارات مثلا التي تتدخل في السودان وفي المشكلة السوداني بقوة شديدة جدا، داعمة لأحد يعني لقوات الميليشيا المتمردة الدعم السريع بالعتاد وحتى بالنفوذ. يعني معظم الذين يتحركون باسم الدعم السريع في الخارج من مستشارين وغيره يقيمون في الأمارات العربية، يتحركون ثم يعودون إلى الأمارات. حتى المفاوضين الذين كانوا يتفاوضون نيابة عن الدعم السريع في جدة كانوا يعودون إلى أبي ظبي. فلذلك لعل التحرك التركي الروسي كقطاع أو كتيار آخر أو كدور آخر يحاول السودان أن يفتح يعني عدة محاور تستطيع أن تخلق نوعا من الموازنة في الضغوط الدولية والإقليمية. نعم. لمؤسسات الدولة السودانية. نعم أستاذ أنس، طبعا نتحدث إنسانيا، الأمم المتحدة تتوقع نزوح قرابة مليوني سوداني بسبب المواجهات المسلحة، هل الرقم مبالغ فيه أم أن الأزمة الإنسانية في السودان أعمق بكثير من ذلك؟ نعم، الأرقام حاليا لا توجد أرقام يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل إنها أرقام صحيحة، ولكن مع زيادة العمليات العسكرية حاليا داخل عاصمة الخرطوم نجد أن هنالك يعني الأعداد في زيادة في من حيث الخارجين من معارك الحرب، من حيث الخارجين من الخرطوم، ولكن أغلب النزوح الذي يتم تحديدا من عاصمة الخرطوم هو نزوح داخل الولايات أو المحافظات داخل السودان. فيعني حتى لا يوجد يعني في أغلب المدن معسكرات للنازحين، ولكن هي توجد في بعض الدول الخارجية تحديدا مثل تشاد. ولكن على جانب الإنساني، نعم الأزمة الإنسانية كل يوم أخذت تستفحل شيئا بعض الشيء، هنالك أزمة كبيرة تحديدا في قطاع المستشفيات الذي يعاني أصلا من قبل الحرب، ولكن بعد الحرب زادت المعاناة أكبر وأكبر باحتلال قوات الدعم السريع لمجموعة كبيرة من المستشفيات واتخاذها سكنات عسكرية. فالوضع الإنساني صراحة في أسوأ أوضاعه حاليا داخل السودان. يوجد بعض المشاكل أيضا في إمدادات الغذاء تحديدا في العاصمة الخرطوم، باعتبار الخرطوم هي أصلا من العواصم الغير منتجة باعتبار عاصمة الاستهلاكية الأولى بالنسبة للسودان. فنجد هنالك بعض الإمكانية وصول سلاسل الإمداد في الخرطوم. نعم. ولكن من ناحية أخرى يعني الولايات تحديدا خارج الخرطوم الحياة فيها يعني نوعا ما بصورة أفضل، متوفر فيها كل الخدمات، متوفرة فيها كل الأشياء التي يمكن تغري الموجودين في الخرطوم إلى الذهاب إلى منطقة أخرى
خارج الولاية. نعم، في دقيقة أستاذ محمد صديق، ما مدى تأثر حياة الناس ومعايشهم في السودان، مدى تأثرهم بما يحدث من اقتتال؟ طبعا أي حرب لها آثار سالبة على الوجود المدني وعلى إمدادات الخدمات الرئيسية الأساسية للحياة، ولكن كما ذكر الأخ أنس يعني هناك دائما نزوح داخل السودان أيضا يؤثر على المدن التي يتعاظم فيها الوجود النازح، سواء كانت رغم أنها لا توجد معسكرات خارج يعني الوجود السكاني العمراني المعهود، لكن هذا يحدث بعض الضغوط على الخدمات الأساسية خاصة الصحة والتعليم وغيرها من هذه الخدمات، فهذا يقتضي من مؤسسات الدولة في الفترة القادمة أن تحاول معالجة بعض هذه الآثار السالبة في المدن القريبة من الخرطوم حتى تستطيع استقبال مزيد من النازحين من الخرطوم. أشكرك جزيلا الشكر الكاتب والباحث السوداني الأستاذ صديق محمد عثمان، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من الخرطوم. كما نشكر أيضا الصحفي الأستاذ أنس الإمام الذي كان معنا من لندن، شكرا جزيلا لكما ضيفي على المشاركة معنا في عدد اليوم من نبض العالم. ختام نبض العالم لهذا الأربعاء، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.